طبعا مشاهدين انجازات كثيره رياضيه لمملكه البحرين في مختلف الالعاب. برنامج الملعب وبالتزامن مع احتفالات المملكه باعيادها الوطنيه يحتفل هو الاخر من خلال استضافه عدد من الرياضيين اللي شرفونا في مختلف المحافل القاريه والدوليه. اول ضيف معنا في حلقه اليوم هو البطل علي منفردي لاعب منتخبنا الوطني برياضه الجوجيتسو. مرحبا فيك في الملعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكورين على هالفرصه. يا هلا والله، نرحب فيك في برنامج الملعب. في البدايه اكيد نبارك لك البطوله الاسيويه اللي اقيمت في تركمانستان، حصولك على الميداليه البرونزيه لوزن 65 كيلوغرام. الميداليه الذهبيه في وزن ذهبية. 77. 77. نعم. اوكي، هم كاتبين. الله يبارككم. تعالوا عاد من البدايه. الميداليه الذهبيه وزن 77. اي نعم. هذه اخر واحده الحين حصلت عليها. صح. انزين، كلمنا اكثر عن هذه الميداليه اللي حصلت عليها. طبعا انا كنت متوقع منافسات قويه لان البطوله كانت على مستوى اسيا. فلعبت 5 مباريات في وزني، لعبت يا واحد عراقي، واحد كازاخستاني، واحد تاجكستان، واحد ايراني، وفي الجوله النهائيه وفي رايهاي كان احسن واحد فيهم كان اللاعب الاماراتي محمد القبيسي. وايد ناس ما يعرفون هالشيء، بس على مستوى اسيا افضل اللاعبين يجون من الاردن والامارات والبحرين وطبعا اليابان، بس هالمره ما كان في ياباني في وزني. يعني البحرين ايضا يعني ينعمل لنا حساب في هذه البطوله 100%. طبعا انا بس شخص واحد، بس تخيلوا في وزن 77 الممثل كان شخص بحريني. فانا في رايي من احسن الدول، طبعا البحرين من ضمنهم. البحرين والاردن والامارات واليابان طبعا. حلو جميل. يعني لو نتكلم اكثر عن الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس، صدقنا هو حديث يعني الولاده في مملكه البحرين، ولكن قاعدين نشوف بان هناك نشاطات كثيره للاتحاد البحريني للدفاع عن النفس. شلون نشوف نشاط الاتحاد؟ الاتحاد عندهم اهداف قويه ووايد قاعد يشتغلون على هالاهداف. عندنا شخصيات قويه مع اهداف قويه. طبعا الرئيس احمد خياط حط فيجن انه يبي ميداليات ذهبيه باي طريقه. وطبعا ان رئيس الجيتسو عمر بوكمال عمره ما قصر ويانا، المدير الفني هو مدربي رضا منفردي، وطبعا الاداري مالنا احمد جناحي. فريق قوي وفريق خيالي، وانا في رايي هم يمثلون 90% من المارشال ارتس في البحرين. اللاعبين احنا نسوي شيء صغير، بس هم اللي يفتحون لنا هالباب عشان نلعب ونقدر نمثل مملكتنا الغاليه. يعني احنا في رياضات الدفاع عن النفس عاده ما نشوف مثلا التايكوندو، الكاراتيه، الان الامامي، لكن الجوجيتسو دائما ما نشوف له حضور كبير في البحرين. ولكن الان انت من خلال مشاركتك تقول بان احنا في هذه البطولات دائما مملكه البحرين من افضل اللاعبين عندنا يمثلونها. زين، هو شنو يصير؟ احنا كان عندنا حضور قوي، نعم، يمكن لاخر 10 سنين، بس اتحاد الجوجيتسو واللجنه مالت الجوجيتسو بدات قبل سنه. وفي هالسنه حققنا اشياء خياليه، جبنا بطوله غرب اسيا، جبنا البطوله الاسيويه وبطوله اسيا للشواطئ. فصارت لنا السنه، بس انا واثق ان نقدر نحقق اشياء ما حققناها من قبل البحرين. يعني انتم الان نشاطكم صار له سنه. وهذه الانجازات كلها حققتوها في هذه السنه. صح. يعني معناته الان الدعم راح يكون اكبر لرياضه الجوجيتسو في البحرين. شنو هي استعداداتكم القادمه وشنو هي البطولات الثانيه اللي راح تشاركون فيها؟ انزين، كمنتخب اتوقع بطولتنا الجايه بتكون بطوله غرب اسيا اللي بتستضيفها البحرين. السنه اللي طافت كانت في الاردن، رحت هناك وجبت الميداليه الذهبيه، بس هالسنه 2017 البطوله بتكون في البحرين، وهاي بتكون في نهايه شهر 2. بيكون عندنا فريق قوي لان بيعطونا 4 اشخاص بيلعبون في كل وزن. فان شاء الله بنجيب نتائج حلوه في هالبطوله. ان شاء الله، وخصوصا ان البطوله راح تكون عندنا طبعا على ارضنا. صح. بين جماهيرنا. حلو، يعني في يعني احدى هذه البطولات وفي احد هذه الانجازات اللي انت حققتها تلقيت برقيه من جلاله الملك. صح. خبرنا عن شعورك بهذه البرقية وبهذا يعني الدعم اللي قاعد تلاقيه. أنا دائما مجرد أن أمثل مملكتنا الغالية وأرفع علمنا، هاي كان شرف خيالي لي.
فلما جت لي برقيه دايركت من الملك نفسه ما كنت اعرف ما ليه اليوم ما اعرف اصف هالشعور. وطبعا عقب البرقيه بشهرين تقريبا رحت انا لقاء مع الملك، والملك اعطاني هالوسام. هالوسام من الدرجه الاولى. هاي شرف خيالي، هاي شيء لاعب جوجوتسو ما حصل في التاريخ. حلو. ولما لقيت هو كان يعرفني، كان يعرف انجازاتي، يعني شيء خيالي. كان عارف كل شيء عنك. كان عارف كل شيء عن كل الانجازات اللي انت حققتها. اي نعم. حلو جميل. يعني ايضا من المشاركات اللي انت شاركت فيها كانت البطوله اللي في لاس فيغاس. صح. في امريكا حصلت فيها بعد على 3 ميداليات ذهبيه. صح. ايش ما صح. الحمد لله. كلمنا عن هذه المشاركه. بطولة American Nationals كانت بطولة كنت أبي ألعبها من زمان، بس ما كان يمديني بسبب أولوياتي ويعني وايد أسباب. بس هالسنة أنا كنت موجود في أمريكا، وفريق الشيخ خالد للMMA كانوا بيلعبون في نفس البطولة للMMA. رحت هناك تلاقيت معاهم كدعم الفريق، ومرة واحدة لعبت أنا في American Nationals في فئة بدون البدلة، فزت في وزني وفي الوزن المفتوح بعد. والوزن المفتوح هو وزن ما في وزن، الكل يقدر يلعب فيه. وبعد في فئة الجوجيتسو مع البادلة فز في وزني، فكانوا 3 ميداليات ذهبية. حلو. يعني في البطولات العالمية دائما لها طابع خاص، ودائما الواحد ما يتوقع بأنه هو راح يحصل على هذا العدد الكبير، يعني 3 ميداليات ذهبية في بطولة واحدة هو عدد كبير. شلون أنت استعديت لهذه البطولة؟ أنا يعني لما استعد حق بطوله ما اقدر افكر في النتيجه، ما اقدر اقول اوه لازم يجيب هالعدد، ما ابي هالعدد المباريات او هالعدد من الذهبيات. كل مباراه بروحها، كل مباراه عاملها كاخر مباراه في حياتي، كل مباراه عاملها كجوله نهائيه. واذا سويت هالشيء 6 7 8 10 مرات اتين الميداليه. بس ما اقدر افكر في النتيجه، ولحين بقالي يمكن 9 7 مباريات. لازم افكر في كل مباراه من عزله بروحها. كذي اقدر اركز، وكذي اقدر العب بطبيعتي اللي اعرف العب فيها. حلو. علي، انت من متى بديت في رياضه الجوجيتسو؟ قبل تقريبا 11 سنه، كان عمري 12 سنه. قبل 11 سنه بديت في رياضه الجوجيتسو، ومن كان مدربك؟ الكابتن رضا منفردي اللي بالصدفة هو عمي. وأنت أكيد يوم قلت منفردي قلت أكيد يصير له. أي. أوكي، فبديت من 11 سنة مع الكابتن رضا منفردي، وبعدين متى دخلت مع المنتخب؟ المنتخب احنا أسسناه قبل سنة، وأنا كنت من أول اللاعبين المؤسسين في الفريق. هاي قبل سنة. يعني أكيد الآن عندكم رؤية وطموح كبير لرياضة الجوجيتسو في البحرين، فشنو هي طموحاتكم الآن القادمة؟ إنزين، أنا في سنة 2012 فزت بطولة العالم في فئة الحزام الأزرق. بس أنا اليوم حزامي بني، وإن شاء الله الحزام الليل بيكون الحزام الأسود. فواحد من الأحلام العديدة إن شاء الله باسم المنتخب إنه يجيب بطولة العالم في فئة الحزام الأسود. هاي حلمي. انك تحصل البطوله هذه. اي نعم، الذهبيه. حلو جميل. ولازم يعني من خلال منتخب الجوجيتسو يعني انكم تشجعون الجيل الجديد بانهم يمارسون هذه الرياضه، لان مثل ما قلت لك بان احنا ما نشوف كم من اللاعبين في هذه الرياضه. فيعني نتمنى ان احنا نشوف اكثر من علي منفردي. انا هدفي الشخصي ان علي منفردي يحرز 1 2 3، بس انا ابي يطلعون 10 اذا مو 100، مو نفسي احسن مني. هاي هدفي. انا الشيء اللي قاعد احاول اجيبه للرياضه في البحرين هو شيء لحين الكل مفاهمه، وهو الاحتراف. اذا واحد يبي يحترف مهنته لازم يروح بتركيز كامل، ما يقدر يقول اوه ساعتين في اليوم بسوي هاي، ساعتين في اليوم بسوي كذي، بروح الدوام. ما يصير. إذا تبي تكون رياضي لازم يكون شغلك، لازم يكون طموحك، ولازم يكون تركيزك 100%. صحيح. هاي الشيء اللي قاعد أحاول أجيبه وأشجع الرياضيين في البحرين. وطبعاً في ناس غيري قاعد يحققون نفس الأشياء، بس أبي وايد أكثر من هاي. أبي أشوف إن شاء الله الجيل الجاي، أبي مثل ما قلتي مو بس علي منفردي، أبي إني مو بس مثله أحسن منه. حلو جميل. علي منفردي طبعاً بطلنا في الجوجيتسو. شكراً جزيلاً لك وعلى تواجدك معنا. شكراً لك علي. مشاهدينا الحين نروح معاكم لأمواج وعشاق السيارات الكلاسيكية اللي كان معاهم الزميل حمد الفردان، ورصد فرحتهم بالعيد الوطني.